انطلقت أعمال القافلة الطبية بقرية الحمراوين جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. شهدت القافلة توقيع الكشف وصرف العلاج ل 116 حالة بمختلف التخصصات الطبية وإجراء الفحص المعملي والأشعة والسونار، كما تم إجراء 22 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. القافلة الطبية تشمل كافة التخصصات مع معمل مجهز بكافة التحاليل، مع صيدلية فيها أكثر من 109 صنف بتغطي كافة التخصصات المتوفرة في القافلة. الخدمات كلها بتتوفر بالمجان لخدمة أهالينا في منطقة الحمراوين. بنقدم خدمات متنوعة للمواطنين كلها بالمجان. احنا بنقدم خدمات كشف مبكر عن الأنيميا، متابعة الأطفال، السكر أيضا. هنجحنا الفترة اللي فاتت تواجدنا مستمر في المناطق اللي احنا موجودين فيها النهارده، ان احنا نحد من مضاعفات مرض السكر، وبالكشف والعلاج كله بالمجان. متشكرين جدا على الخدمات الحلوه دي بصراحه، وكل حاجه مجانا والدكاتره ممتازه والعلاج حلو جدا جدا.